طيب لو اجتمع العيد مع يوم الجمعة، لو اجتمع العيد مع يوم الجمعة، لو اكتفيت بصلاة العيد دون صلاة الجمعة هذا جائز لك، ولو صليت العيد مع الجمعة كان ذلك أيضا صحيحا لك إن شاء الله. وذلك من جملة ما يستدل به على وجوب العيد، أن العيد صار نائبا عن ماذا؟ عن الجمعة، فلا ينوب نفل عن فرض. أيوه، يعني أنت ما صليتش الجمعة لإيه؟ نعم؟ لا تصليه ظهرا، يبقى ما فيش جمعة بس يبقى فيه ظهر بقى. أيوة، قال لك أنت يبقى لا جمعة ولا ظهر بقى. نعم.